Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc fin de la vidéo, on va dire le bilan des résultats du premier semestre. On va traiter ce thème, le français, le niveau de la secondaire. Donc là, comme je vous disais, on va faire une petite introduction sur les résultats du premier semestre. À la fin, on va vous laisser une image complète pour que vous puissiez voir. Après l'horaire. Donc pour l'horaire كل واحد ou le temps ديال السوتيان اللي كيكون عنده par exemple انا عندي هنايا دي سيونس ديال السوتيان غنديرهم بوندون كما قلت انا هنايا بالنسبه للسوتيان غادي يكونوا عندي في لي سيونس ديال السوتيان في لا فان دلا سيمين بحال في الرياضيات عندنا في لا سيونس الخامسه وهذا وفي في لا سانكيام سيمين ديال شاك يونيتي. Après le format de travail, donc le format de travail qui est un travail individuel, le travail en groupe. Ou après, de quelques objectifs pour aider le soutien. Donc, on a le français, on a le riadiat, la moyenne. Donc, on a plus de 8, ou on a le nombre des élèves qui ont plus de 8. On a deux groupes, qui est groupe 1, groupe 2. Ou on a le pourcentage. Ou entre 5 et 8. كتحسب لو النومبر ديال لي زيليف لي عندهم اونتر 5 اي 8 بالنسبه للفرنسيه وبالنسبه للرياضيات الميم شوز اونتر 3 اي 5 اي موان دو 3. دونك هذا فيه الريزولتا ديال بروميير سيمستر. هنا عندنا لو بلون دو سوتيان بالنسبه للفرنسيه لو دومين كاين بالنسبه للمستوى الثالث عندهم غير لا ليكتور و ديكتي كوبي ليكريتور و اكزرسيس اكري بلس برودكسيون دو ليكري. برودكسيون اكري تعزادت هذا العام هذا بالنسبه للبروغرام جديد. Donc pour les lacunes constatées, donc l'oubli fréquent des lettres, ou la confusion entre les lettres, qui bien les lettres, ou le problème du rassemblage lettres ou voyelles, ou la plupart des élèves ne font aucun effort à la maison, qui dérouche l'effort à la maison, les étudiants. Bnisbel dictée ou l'écriture, mais qui respecte les interlignes ou l'oubli fréquent des mots-clés, ou l'exercice écrit, l'élève ne comprend pas les consignes. Donc, pour les techniques et l'activité de soutien, donc, la lecture quotidienne de tableau de lecture, d'ailleurs, c'est qu'un tableau de lecture, la séance de la lecture, ou l'utilisation des ardoises, l'écriture devant les apprenants, بالنسبه للكريتور دونك دائما خص تسطر الصبوره وتكتب فيها و فير دي زاكتيفيتي دو سوتيان. دونك لو نومبر ديال لي زيليف سيبلي فحال الشكل الرياضيات عدد التلاميذ المستهدفون كتشوف التلاميذ اللي مستهدفين ولا كتعملوا لي نون ديالهم الاسماء ديالهم. لا دات استيمي دو لا رياليزاسيون دونك كتكون دائما شاك سيونس دو ليكتور بور لو طابلو دو ليكتور في لا سيمين دو سوتيان و سيونس ديال ليكريتور. دونك هادشي اللي كاين. دونك بالنسبه للورال هنا نسيتو حتى هو كاين معاهم. دونك في الثالث عندهم لا ليكتور و ليكريتور و ديكتي ليكزيرس اكري برودكسيون اكري حتى لورال حتى هو كاين. بالنسبه لي لاكين كونستاتي لو مونك دو باجاج لينغويستيك. دونك ضروري لي زيتيديون ما عندهمش واحد الباجاج بوكو دو ديفيكولتي بور سيكسبريمي وي ما كيقدروش اكسبريمي و ليدي اللي عندهم و بروبليم ديال ميموريزاسيون بروبليم دو بريزونطاسيون دو بوين دو في ou l'oubli fréquent. D'arore avec Damon. Les techniques et les activités de soutien, on a mettre les mots à exploiter dans plusieurs phrases, ou différencier les situations de communication, on est à écrire, ou bien noter les nouveaux mots dans un carnet ou bien un cahier, on a dit d'ailleurs, si on a dit un nouveau mot, je dis, c'est mon kick, c'est bon. Le nombre des élèves, on a dit toute la classe, on a dit 10 ou 11. لا دات شاك سيونس داكتيفيتي اورال. دونك في كل سيونس ديال لاكتيفيتي اورال كنحاولوا نديروا فيها لو سوتيان. لهنا عندنا بالنسبه لخطه الدعم ديال الرياضيات عندنا المجال كما كنعرفوا بان الرياضيات فيه ثلاثه المجالات كاين انشطه عدديه انشطه هندسيه وانشطه القياس. كتبنا التعثر المرصود بالنسبه لكل نشاط. بالنسبه للانشطه العدديه يعني معروف الوضع العمليات الانجاز الوحدات العشرات كتابه الحروف دونك هادو كاملين تعثرات. بالنسبه للانشطه الهندسيه اشكال انشاء الاشكال الهندسيه وكاين المشكل تاع عدم احضار الادوات. بالنسبه لانشطه القياس
نقدر على قراءة ساعة وما إلى ذلك. كاين تقنيات وأنشطة الدعم. دونك بالنسبة للاقتراحات اللي عملنا، عمليات على الألواح خلال بداية الحصة. دونك هنا خلال بداية الحصة، ماشي في الحصة الأولى. الحصة الأولى كيكون فيها التقديم ديال الدرس، دونك كيبقاو الحصة الثانية والثالثة والرابعة. إيه 5 دقائق على الألواح تكتب لهم العملية وينجزوها. تمارين داعمة وأنشطة منزلية هذه في الحصة الخامسة، واستبدال الجمع المتكرر بالضرب. هذه بالنسبة للجدول الضرب، حيت كاين شي تلامذة باقي ما مستوعبينش المفهوم ديال الضرب. والتمرن المتكرر على استخدام الأدوات الهندسية. دونك بالنسبة هنايا كتجي واحد لاكاس فيها عدد التلاميذ المستهدفون. كاين اللي كيعمل العدد، كاين اللي كيكتب الأسماء ديال التلاميذ المستهدفون. أنا بالنسبة لي كتبت غير العدد، عندي جوج الأفواج والتاريخ المتوقع للتنفيذ. دونك كاين بداية كل حصة، الحصة الخامسة، وأسبوع الدعم، وكيكون دائما دعم يومي.